الشؤون الاجتماعيه ببلديه سعيد وقل بنصباغور عبد الرحمن. بنصباغور عبد الرحمن اعطينا كلمه ولو باختصار على الحفل اللي قمتوا به هنا في بلديه سعيد وقل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. يعني بدايه اهني المتفوقين في شهر التعليم المتوسط شهر التعليم البكالوريا والثانوي على ما حققوه من تفوق في شهادتي التعليم المتوسط، وهذه يعني مكانة عالية وعالية المقام في أنه يعني يشرف رئيس المجلس الشعبي على تكريم هذه المتفوقين، وهي فرصة لدعمهم وتشجيعهم لبناء مستقبل زاهر، بناء مستقبل علمقل يعني مستقبل علمقل التفوق والعلم. ونشكر كل حضور والأولياء على التفاتة ويعني تلبية الدعوة، ومشكورين يعني وكالة توريد على تغطية هذا الحفل، ومشكور يعني داري محمد على توفيره وسائل يعني الصوتية، ومشكورين كل القائمين على هذا الاحتفال، وبارك الله فيكم. بارك الله فيك.